منفيس، شريكك في السفر. شريف جلال، طبعا انا يعني الحمد لله ان انا يعني وفقت في هذه الرحله فعلا، ان انا اخترت شركه منفيس ان انا اطلع معاهم، لان من ساعه ما طلعنا بصراحه يعني كل حاجه كانت جميله جدا. من ساعه ما رحنا طرابزون التنظيم جميل جدا، الفنادق كانت مستواها يعني جميل قوي، توفير المواصلات ان احنا رحنا اماكن كتيره جدا هناك في طرابزون، كانت برضه كانت في وقتها وكنا بنروح ونيجي، يعني كان كل حاجه جميله في طرابزون. حتى لما سافرنا من طرابزون لاسطنبول كان الفندق برضه بتاع اسطنبول كان جميل جدا، مستوى كويس، توفير برضه المواصلات هناك لزياره الاماكن السياحيه هناك كانت مستوى كويس، مستوى الباصات كان كويس جدا بصراحه، يعني الرحله كانت من فوق ممتازه يعني. فيعني ان شاء الله نكررها تاني ان شاء الله مع الشركه ان شاء الله. الحقيقة أنا دكتورة منان زكي، طلعت رحلة طرابزون واسطنبول من يوم 19 ل 26/8، بجد بجد يعني فعلا رحلة ممتعة جدا. بشكر الشركة، شركة منفيس، لكل الخطوات كانت منظمة جدا، مواعيد مظبوطة جدا. بشكر أستاذ محمد شاهين لتعاونه ودعمه ورعايته لكل الناس صراحة، بجد يعني شخصية جميلة. حتى الناس اللي هم الجايد المرشدين السياحيين اللي كانوا في طرابزون وحاليا معانا في اسطنبول رائعين جدا، ورونا حاجات جميله لدرجه ان احنا حسينا ان تركيا احلى بكتير من اكتر ما احنا كنا متوقعينها، بفضلهم وفضل طبعا ربنا قبل كل شيء. وبجد بجد يعني انا انبسطت، وان شاء الله كل الرحلات اللي نفسنا نطلعها الفترات القادمه نطلعها مع شركه منفيس. شكرا ليكم فعلا، رحلة جميلة وأوقات سعيدة، شكرا لك. أنا اسمي عمرو فكري، موجود في رحلة اسطنبول لطرابزون. الشركة محترمة جدا لأن هي مشغلة ناس محترمة جدا، وديتنا أماكن في منتهى الجمال. من أول ما بدأت أتعامل مع مدام ديانا لحد ما وصلت الريفيوهات بتاعة الأستاذ محمد اللي خلتني أطلع أساسا لتركيا أنا وأسرتي، وإن شاء الله إحنا من اللي شوفناه معاكو إحنا طالعين بإذن الله رحلة باريس أمستردام في رأس السنة، وده يأكد إن إحنا شايفين حاجات كويسة جدا ممتعة، عشان كده عايزين نكررها معاكو تاني. أشكركم. احنا بنشكر شركة منفيس للسياحة على هذه الجولة الرائعة في تركيا، ودي من أحلى والله السفريات اللي إحنا طلعنا مع الشركة، وإن شاء الله تتكرر تاني ونروح بلد تانية زي تركيا إن شاء الله. مهندس رزا عبد المولى، أنا كانت أول مرة أجرب مع شركة منفيس، يمكن أنا مش هضيف على اللوجيستكس اللي اتعاملت هنا بصراحة. الناس فاهمين شغلهم قوي، يعني باختصار شديد الناس فاهمة شغلها قوي. الشيء الثاني، الجروب الموجود تبع منفيس وعلى رأسهم الأستاذ محمد، بصراحة ناس أولا بتحس إن ناحيتهم بالألفة. طبعا أنا التفاصيل اتكلم عليها الأستاذ قبلي، انتجازات عالية جدا ممتازة جدا، الفنادق، النقل، المواصلات، الشوبنج، كل شيء كان مرتب كويس جدا، وإن شاء الله تتكرر كتير مع منفيس إن شاء الله.